دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، السادة الوزراء رؤساء الوفود والسادة السفراء ورؤساء المنظمات الدولية، الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم اليوم في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه الذي ينعقد تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات قادرة على الصمود. كما يعقد أيضا أسبوع المياه الأفريقي التاسع تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، نحن اليوم نشهد حدثا استثنائيا يجمع بين الخبراء والسياسيين والباحثين من جميع أنحاء العالم في أبرز الفعاليات الدولية المتعلقة بالمياه، حيث يمثل هذا الحدث منصة مثالية للالتقاء مع أشقائنا من دول العالم هنا على أرض النيل، قلب الحضارة المصرية، حيث تمثل مياه النيل شريان الحياة ومصدر الإلهام. السادة الحضور، يتميز أسبوع القاهرة للمياه هذا العام بمشاركة أكثر من 30 كيانا إقليميا ودوليا، حيث يشتمل الأسبوع على 5 جلسات عامة وعدد 155 جلسة فرعية. كما يشمل الحدث معرض يشارك فيه 25 مؤسسة محلية ودولية. وينعقد أسبوع المياه الأفريقي تحت شعار وضع المياه والصرف الصحي في قلب تحقيق أجندة 2063 أفريقيا التي نريدها. السيدات والسادة، تعاني مصر من ندرة مائية، حيث تعتبر من أكثر الدول جفافا بمعدل أمطار سنوي لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، بالمقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة في أعالي نهر النيل 1600 مليار متر مكعب سنويا، ولا يصل منها سوى 3% من هذه الأمطار وهو ما يؤكد أنه لا يوجد ندرة مائية بدول أعالي نهر النيل، وبالتالي لا يوجد مبرر على للتنافس على المياه، بل على العكس يجب أن تكون مصدرا للتعاون بين دول حوض النيل. السادة الحضور، في مواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهودا ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد الوطني نقوم بتطوير شامل من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث نقوم بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات. كما نعمل على التحول الرقمي في جميع القطاعات، ونتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية صديقة البيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلى التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات والتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية. هذا بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من أجل الزراعة. وحوكمة إدارة المياه الجوفية والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، كما يعد البحث العلمي أحد أهم ركائز منظومة الري 2.0. وعلى الصعيد الإقليمي تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولي للمياه العابرة للحدود بغرض ضمان تحقيق الإنصاف وتجنب الضرر، وتحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها وتمولها الدولة المصرية في كل من كينيا، أوغندا، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، ورواندا، والتي تتمثل في تنفيذ مئات المشروعات في مجالات أهمها تطهير المجاري من الحشائش المائية، سدود للحماية وحصاد المياه، توفير المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية، مقاومة تأثيرات التغيرات المناخية، التدريب وبناء القدرات. وعلى الصعيد الدولي
انخرطت مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، كما قامت بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار الوطني التفاعلي الثالث ID3 حول المياه والمناخ، والذي أسفر عن توصيات تساعد في رسم خارطة الطريق لأجندة عقد المياه حتى عام 2028. وبالإضافة إلى إطلاق مبادرة أوير للتكيف مع التغيرات المناخية، والتي انضم إليها أكثر من 30 دولة، حتى الآن فقد تم تدشين المركز الإفريقي للمياه والتغير المناخي باكوا، حيث تم بالفعل تدريب 200 متدرب من أفريقيا، وتم توفير الاعتمادات المالية لتدريب ما يزيد عن 3000 من الأشقاء الأفارقة خلال 3 سنوات القادمة. كما تم عقد شراكات مع كل من منظمة الأرصاد العالمية WMO واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP بهدف تقديم الدعم الفني وصياغة مشروعات على الأرض بالدول الأفريقية والنامية. كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة أمكاو، حيث تعمل مصر خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على المستوى القارة الإفريقية، فضلاً عن إبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية وإجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة الإفريقية. السادة الحضور، ختاماً أود أن أؤكد عن سعادتي بوجودي معكم اليوم، كما أتمنى أن يكون لهذا الحدث الكبير انعكاساته لتحسين قدرة مجتمعاتنا على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.